ابني المزارع سمير متي سوني من حمدانية، جانا موسم مال زراعة حاليا وقاعد نزرع بالأراضي مال حمدانية الخاصة بينا والإيجار بس الدولة حاليا ما مطينا كل شيء، لا سماد لا بذور. السماد عن نشتري بسوق سوداء، بذور سوق سوداء، والفلوس مال سايلو بعد لحد الآن ما مستلمين مال حصاد. والله ستر من رب العالمين، والزراعة إن شاء الله جانا المطر وإن شاء الله خير، ويا على الله مثل ما يقول ذاك، وما بيدنا بيد ربك. والله جد منظمات هم شوية ساعدت العالم، والعالم هي عاد تسوي نفسها، يعني هي منها وبها عاد تشتغل وعاد تدافع عن نفسها وعاد تشتغل بالقوة بصراحة. يعني دعم من الدولة ماكو، يعني خاصة دعم مال الدولة كلش ضعيف، خاصة تسلم للسائل وماكو. وهسه محتارين احنا اكثرية الفلاحين، يعني اعرف انه ما عندهم قوت هسه لانه فلوسهم كلها بالسائل وماكو، يعني يعني ما مشكلة كبيرة. والله بعد وقت يعني وقت هواية اكو هسه، يعني بيدنا وقت هواية، الامطار جت شوية من وقت والحمد لله، بس لازم يلحقنا اذا بيد الله هي المطر. طبعا اذا يجينا مطر احسن. الناس خلصت الزراعه تقريبا، ما ظل شيء قليل، يعني منطقه الحمدانيه تقريبا قبط العقار، ما ظل به الا القليل.